في وايد اشياء ممكن تجينا من شرق اسيا، منها والعياذ بالله الامراض اللي انتشرت هالايام، لكن التكنولوجيا جاتنا بصوره قويه لدرجه انه صار عندنا اليوم ايفنت في ارض المعارض الصاله 8 لعبه ستريت فايتر لبلاي ستيشن 3، الشباب كلهم يحبونها، فشنو سووا؟ ايفنت، يعني نيهني كلنا ونتبارى، والاول ياخذ جائزه والثاني والثالث، وفي سحب حق الجمهور. اللعبه ستريت فايتر راح نشوفها الحين. وجودك هنا في هذا المكان هل لان انت مجسم ولا شنو بالضبط؟ ولا تحب اللعبه؟ والله بالعكس انا احب اللعبه وربعي هنا ومن المشاركين، فيا يعني هذا اول مره تصير بالكويت، وبالعكس يعني شيء يعني قاعد نشوفه بامريكا وقاعد نشوفه باليابان وقاعد نشوفه مثل ما تقول بالانترنت بس ما نشوفه بالدائره، فهذه اول مره تصير عندنا بالكويت. بكلمني عن وجودك اليوم وعن يعني انت لاي درجه تحب هاللعبه؟ احنا من شبان هاللعبه هذه من تاريخ طويل، يعني اللعبة بدأت يمكن من سنة 92 تقريبا، والناس كانوا عبالهم هاي لعبة ناس أي واحد أي إنسان يلعب بالبيت يمسك جهاز التحكم هذا الجويستيك ويلعب فيه من الصبح لليل وعباله هو لاعب. فإحنا نروح من مكان لمكان ونقول ما إحنا نلعب، لا إحنا نلعب اللعبة. طلعت اللعبة هذه مجرد هواية صارت فيها احتراف، نظام احترافي. طبعاً هم الحين مشتطين وقاعد يلعبون، وأنا هدفي إن أي وأخرب عليهم فقط لا غير. قاعد تلعب؟ إيه. شنو؟ ستريت فايتر. يعني متحمس؟ إيه أكيد طبعاً. زين بتفوز ولا لا؟ إن شاء الله. زين وأنت؟ قاعد ألعب. قاعد تلعب. زين سولف معي. والله قاعد ألعب. روح تعشى. والله حالياً الحين. مو قادر لاهي لاهي، بس إذا كملت معاهم احتمال تصير صدق. عموماً شوفكم تخلي هيا، مع السلامة.